الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الطلبات الصف الثاني الثانوي، معكم ولا عباس سعيد محمد، معلم أول علم نفس مدرسة جمال الدين حسين همام الثانوية العسكرية بنين، إدارة الأصول التعليمية، محافظة البحر الأحمر. أعزائي طلبة الطلبات، النهاردة هنتكلم عن موضوع من موضوعات الوحدة الثالثة من منهج علم النفس للصف الثاني الثانوي، الوحدة بعنوان العمليات المعرفية. هنتكلم عن الموضوع الثالث لعلم النفس اللي هو في الوحدة دي بعنوان الإدراك. أعزائي الطلبة، قبل ما نحاول دلوقتي نعرف ايه هو مفهوم الإدراك، نحاول مع بعض نرجع شوية للعمليتين اللي قبل كده، عملية الإحساس وعملية الانتباه. احنا زي ما عارفين عنوان الوحدة عمليات معرفية، طب يا ترى يعني ايه عمليات معرفية؟ الناس يا ترى عارفة يعني ايه عملية معرفية؟ عملية معرفية او عملية عقلية يعني بتتعامل مع كل المثيرات على انها معلومة بتحاول من خلالها ان احنا بنستقبلها ونحاول نوصلها للمخ، او المخ بيحاول يتعامل معها، فهي بالتالي بتتعامل مع المثيرات اللي حواليها او بتلاحظ المثيرات اللي حواليها، ولكن ملاحظتها هنا بتتم بطريقه غير مباشره بنلاحظها من خلال السلوكيات اللي بتصدر مننا، تمام؟ فعندنا مثلا العمليه الاولانيه اللي احنا خدناها قبل كده عمليه الاحساس، وعرفنا ان هي من ابسط العمليات المعرفيه، وان هي مجرد بتحاول تستقبل المثيرات في صوره خام. الناس هتقول يعني ايه صوره خام؟ هقول لك يا سيدي، انت مجرد ان انت بتحاول تحس او تشعر بالمثيرات اللي جايه حواليك، دي معناها ان انت بتحاول تعرف ايه المثير ده، نوعه ايه، شكله عامل ازاي، الكلام ده كله ده معناها احساس، ان انت بتستقبل المثير في صوره خام. حتى احنا لما سميناها النافذه على العالم الخارجي، تمام، افتح الشباك، كل اللي جاي حواليا من مثيرات حواليا، تمام، سواء مثيرات بصريه، سمعيه، شميه، لمسيه، اي نوع من المثيرات بنحاول ان احنا نحس او نشعر ايه بيها. تاني عمليه بالظبط اللي هي عمليه الانتباه. طيب كل المثيرات اللي انا بحس بيها دي كلها بركز عليها انتباهي؟ لا طبعا، لكن في مثير واحد بس اللي يهمني، فبالتالي مهمه الانتباه هنا بتشتغل ان هي بتساعدني ان انا اوجه تركيزي في حاجه معينه هي اللي تهمني، وبحاول اركز عليها انتباهي، وزي ما بنقول عندنا بتقع في بؤره الوعي والشعور، يعني بحس بيها، بركز انتباهي عليها، كل اهتمامي عليها، وباقي المثيرات اللي حواليا تهمني، لا ما بتهمنيش، فبس بيتم الانتباه للمثير اللي يهمني هنا، يعني بنقي من، حتى بيسموها عملية انتقائية، يعني انتقائية يعني بنقي من كل المثيرات اللي حواليا المثير اللي انا عايزاه ومحتاجاه. تخيل نفسك مثلا في مكان مليء بالضوضاء، مليء ضوضاء يعني ماشي في الشارع، ناس مثلا باعة جايين، تراكسات عربيات، اولاد صغيرين بيلعبوا في الشارع، شخص بينادي عليك، كل المثيرات دي بحس بيها ولا بحسش بيها؟ بحس بيها، كلها بتقع على اعضاء الحس عندي وبنشعر بيها، ولكن هل كلها دي بنركز انتباهنا عليها؟ لا، الانتباه هنا بقى بتيجي مهمته في ان احنا بننقي من بين كل المثيرات دي ونفلترها، بحيث نركز على مثير واحد بس اللي يهمنا وبيقع عندنا في بؤرة الشعور او الوعي، والباقي ما يهمنيش. طيب بيجي بقى الانتباه كتمهيد، بقى التمهيد لعمليتين، لعملية الإدراك. طيب يعني ايه إدراك؟ احنا مش حسنا مثيرات وانتبهنا عليها، او انتبهنا ليها وركزنا انتبهنا عليها؟ هنا بقى نحاول نفسر ايه هي المثيرات دي، هنحاول نديلها معنى. يعني مثلا تخيل الباب خبط، الباب اللي بيخبط ده مثلا، هل انت شعرت ان في حاجة دلوقتي حصل؟ اه في حاجة حصل دلوقتي. طيب مجرد شعورك بيها ده احساس، ركزت او لفتت انتباهك، ركزت انتباهك عليها، تمام، ده انتباه. طيب تفسيرك للي حصل، يعني ايه تفسيرك للي حصل؟ يا ترى ايه اللي حصل دلوقتي؟ ده الباب خبط وفلان الفلاني كان بيخبط على الباب. فهنا ادركت المثير. يعني ايه ادركت المثير؟ فسرته، فهمته، اوضحت ايه اللي حصل دلوقتي، اديته معنى، تمام. يعني مثلا عربيه معديه دلوقتي جنبك، شعرت بالعربيه؟ لا، ايوه حسيت بيها. طيب ركزت انتباهك عليها؟ اه دي عربيه لونها كذا، شكلها كذا، نوعها كذا، ده فلاني الفلاني اللي قاعد فيها بتاع كان بيسوقها كده. فسرت الحدث اللي حصل حواليك واديت له معنى. يعني فسرته يعني ادركته، اديته معنى حواليك.
طيب فاذا نرجع بقى تعريف تعريف الادراك هنا. ايه هو تعريف الادراك؟ نحاول نعرفه. قال لك هو عمليه معرفيه او عقليه بتضفي فيها معنى ودلاله على ما تنقله لنا حواسنا واحاسيسنا من معلومات حسيه. يعني اي حاجه بتقع على الأجر الحاس وبيتم الانتباه ليها. مهمه العمليه الثالثه الادراك، ان احنا نحاول نفسر ايه هو اللي وقع على العدو الحاس او ايه هو اللي احنا حسينا بيه وانتبهنا اليه. زي مثلا نجيب لك مثال بسيط في الكتاب، قال لك تفسيرك للون الاحمر مثلا، لو احنا في اشاره مرور الاخضر والاحمر والاصفر، تفسيرك للون الاحمر عن انه هنا ايه، ان هو مثلا اقف المفروض ما عديش عشان ما ايه ما يحصلش مثلا حادثه في حين العربيات معديه. فده اسمه ادركت المسير او اديته معنى. تاني حاجة هنتكلم عليها اللي هي قوانين الإدراك، القوانين اللي بننتظم من خلالها إدراكنا للأشياء من حوالينا. القوانين دي بتنقسم إلى أربع قوانين هنحاول ندرسهم معنا: قانون الشكل والأرضية، قانون الصيغة الكلية، الصياغ، وقانون الإغلاق. أعزائي الطلبة، هنتكلم عن قوانين الإدراك دلوقتي، وأول قانون قانون الشكل والأرضية من اسمه الشكل والأرضية. يعني ايه ترى شكل؟ يعني ايه ارضيه؟ الشكل اللي هو الجزء الاكثر بروزا عندي وبيكون مركز الانتباه والاهتمام، اما الارضيه بتكون الخلفيه الحامله للشكل وبتكون اقل بروزا. يعني احنا لو بصينا البرزنتيشن او باوربوينت اللي قدامي دلوقتي، العرض اللي قدامي، هل ايه اللي يهمني دلوقتي؟ يهمني الكلام، فالكلام اكثر بروزا بالنسبه لي، فده يعتبر شكل. اما اللي من ورا الخلفيه او الارضيه دي تعتبر أرضية عندي ودي أقل بروزة. عندنا برضو أمثلة تانية، لو بصينا للسماء بالليل، النجوم تعتبر شكل على أرضية سودة، تمام؟ فالحاجة التانية برضو ممكن نبص للسبورة، الكلام على السبورة يعتبر شكل على أرضية بيضة مثلا. لو بصينا للكتاب، الكلام في الكتاب يعتبر شكل على أرضية إيه مثلا؟ بيضة، تمام؟ لو بصينا مثلا إحنا في الفصل، في الفصل مع بعض عددنا كلنا تعتبر شكل على الأرضية اللي هي إيه؟ الفصل نفسه. لو بصينا اللوحة مثلا على الحيط، اللوحة اللي يهمني إيه؟ اللوحة نفسها والكلام اللي جواها، فدول يعتبر إيه؟ شكل. أما اللي خلفية أو اللي من ورا دي أرضية وإيه؟ خلفية. فكل حاجة محل محض اهتمامنا، تمام؟ أو انتباهنا بيركز عليها دي تعتبر ايه؟ شكل. زي الباوربوينت قلنا اللي قدامنا دلوقتي، اللي يهمني مركز اهتمامي الكلام اللي موجود في العرض نفسه، فده يعتبر شكل على الارضيه. ف مثلا المثال اللي موجود قدامنا دلوقتي زي قطعه الماس على ارضيه سوداء، عندك الماس هنا قدامنا ابيض او لونه لامع شويه، ده يعتبر شكل وده اللي يهمني. اما اللي من ورا دي ايه؟ السوداء، تعتبر خلفيه. لسه ما خلصناش كلامنا عن الشكل والارضيه. في حاجه برضو ممكن تظهر معانا، بس يا ترى هنعرف نحدد فيها فين الشكل وفين الارضيه؟ نيجي معايا دلوقتي، بيقول لك ماذا يحدث لو تساوى الشكل والارضيه في البروز. يعني ايه؟ ركز معايا كويس. يعني لو قدامك شكل، الشكل اشوفه شكل بس ممكن يظهر معايا ارضيه، والارضيه اشوفها ارضيه بس برضو ممكن تجيني شكل. ازاي يعني؟ يعني مثلا لو لاحظنا في الصورة اللي قدامنا دي وركزنا شوية، في ناس هتقولي مثلا الشكل هنا الفازة او الكاس اللي قدامي الابيض على الخلفية السوداء. في ناس تانية تقول لا، ده وشين على خلفية بيضة. فاذا اذا تساوى الشكل والارضية في البروز، يعني الشكل هنا شفته شكل، يعني يوم ما نقول الفازة قدامي او الكاس ده شكل على ارضية سوداء، شكل ابيض مثلا على ارضيه سوداء، او لما اتعكست الحكايه ظهر لنا على هيئه ارضيه لما شفنا ايه؟ الوشين. فده اسمه الغموض ايه؟ الادراكي. المثال اللي عندك في الكتاب بيقول لك مثلا زي ما يصر احيانا ادراك الضغط على الخضراء على ورقه النبات الاخضر، لان الشكل والارضيه تساووا هنا، لكن لو مثلا برتقان على ورقه شجر اخضر، فبالتالي من السهل ان انا ايه؟ ادركها او افسرها او اديها. تاني قانون هنتكلم عليه دلوقتي قانون الصيغة الكلية. يعني ايه قانون الصيغة الكلية؟ يعني احنا مثلا لما عيننا تيجي على اي كلمة من الكلام اللي قدامنا في العرض اللي قدامنا ده، يعني مثلا كلمة قانون، هل انت مثلا لما بتقرا الكلمة دي بتقراها على هيئة حروف اجزاء؟ يعني بتقول قاف الف نون واو نون؟ لا طبعا، انت لما بتدركها ككل،
يعني لما نقول ما بنقولش قاف ألف نون واو نون، لا بنقول ايه؟ قانون. ليه قانون هنا؟ عشان يبقى لها معنى. يعني اذا احنا لما بندرس شيء، الشيء بندركه ككل، كوحدة كلية، وليست كأجزاء منفصلة. تمام؟ يعني قانون الصيغة الكلية لما لما يحاول او نحاول نشرحه دلوقتي ايه معناه، يعني ادراك الصيغة الكلية لاي موضوع بيسبق ادراك اجزائه وتفاصيله. يعني الوش اللي قدامنا ده، هل احنا لما بيجي عيننا عليه بنبص العين لوحدها والانف لوحده والفم لوحده، ولا حته كلها على بعض؟ ككل ايه؟ على بعض. نفس النظام لو هنستمع لمقطوعه موسيقيه، تخيل مثلا في لحن قدامك، اغنيه شغاله، هل مثلا اللحن ده عشان يتشكل او عشان يتكون عباره عن اجزاء تفاصيل، يعني الكمان، الطبله، العود، ال مثلا ال بيانو، كل الحاجات دي كلها بندركها كايه؟ كلحن كامل. ما بيجيش لحن لحن على وداني مثلا، لا بندركه ايه؟ ككل. فاحنا لما بندرك الاشياء بندركها كوحده كليه وليست كذا. ليه؟ عشان يبقى لها معنى.